مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الجيش العراقي واصل عملياته ضد داعش بتطهير 45 قرية ضمن عمليات الجزيرة. الجيش المصري يعلن تصفية عدد من الإرهابيين المتورطين في مجزرة مسجد الروضة شمال سيناء، والذي أسفر عن قتل 235 شخصاً. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب فيه عن خالص تعازي الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة. في أخبارنا المنوعة، الجمعة السوداء تدر المليارات على أغنى رجل بالعالم، المدير التنفيذي لمتجر أمازون جيف بيزوس. شركة أوبر تواجه دعوات متعددة بالتحقيق معها بعد الكشف عن أنها حاولت التعتيم على اختراق لبيانات عملائها عام 2016.